من حسن حظ اللعيبه العالميين المسلمين تحديدا اللي انتقلوا للدوري السعودي، فكره ان في سهوله ويسر، يعني في مساله اداء مناسك العمره، اداء مناسك الحج، يعني والحكايه دي حصلت بحذافيرها طبعا لنجم فريق اتحاد جده الفرنسي كريم بنزيما اللي ادى العمره بالامس، وده طبعا ما منعش ان كتير من محبيه يحاولوا يتصوروا معاه اثناء ادائه للمناسك. امبارح بنزيما شير مقطع فيديو ليه وهو واقف امام الكعبه بملابس الاحرام، وكان بيردد باللغة العربية جملة أو عبارة ما شاء الله الحمد لله، فكان فيديو برضو لقى استحسان كتير من الناس.